الهايكينج هي موروث الأجداد والآباء، يعني من قديم الدروب اللي كانوا يمشون فيها، ومن أعظمها دروب الحج ودروب التجارة، دروب الحرير، دروب البخور. فهذه الدروب القديمة استهوت كثير من الناس أنه يبدأ يستكشفها عن طريق دخوله في الهايكينج، وأنه يشوف العالم هذا الغريب من أدواته، من لبسه، من كذلك النمط اللي حنا مفروض نظهر للناس، والأجانب أخذوه منا وطبقوه في حياتهم، حنا اللي نعيشه. أبانا وأجدادنا كانوا يمشون رجلي ويقطعون المسافات الطويلة، يعني ما كان معهم الإبل مثل بعضهم، تجده بسيط وينتقل عبر قدميه والرجولة بحيث يقطع المسافة الطويلة. هذا الشغف صراحة ما أخفيك شفناه برا السعودية، يعني أنا بدايتي برا السعودية، برا السعودية أنا شفت يأخذون الشناط بشكل رهيب، شنطة يشيلون على ظهره ويروح ويسلق. قلت يا ربي هذا وش العالم هذا. بس تبقى أن الرياضة محفوفة بالمخاطر صحيح؟ طبعا لازم يكون الشخص اللي بيمشي مسافات يكون احتياطا، يأخذ معه العدد خاصة الإسعافات الأولية، وكذلك يعرف المسار اللي بيمشي فيه، ولازم يكون مع مرشد متخصص في ذلك. طبعا.